عرفنا كيف ندخله من ابدأ زي ما قلنا كافة البرامج مايكروسوفت اوفيس ومايكروسوفت اكسس 2007. طبعا المرة الماضية دخلنا بهذا الشكل وانشأنا قاعدة بيانات لما انتقلنا بهذا الشكل بالتصفح من هنا وجينا قاعدة بيانات فارغة، لكن نحن اليوم بندخل على نفس قاعدة البيانات اللي اشتغلناها المرة الماضية. مشكل ما نبنجو ندير وننشئ قاعدة بيانات، ما نديروش قاعدة بيانات فارغة إلا لما نبي ننشئ قاعدة بيانات جديدة. لكن نحن في الحصة الماضية أنشأنا قاعدة بيانات سميناها قاعدة بيانات الشركة بهذا الشكل، ندير عليها كليك بهذا الشكل، دخلنا في داخل قاعدة البيانات اللي نحن أنشأناها وأنشأنا جدولين، جدول سميناه جدول الموظف وجدول آخر سميناه جدول الأقسام بهذا الشكل. هذا جدول الموظف بهذا الشكل، وكوننا فيه مجموعة من الحقول وحددنا الأنواع متاعها. طبعا وحددنا المفتاح الأساسي اللي هو رمز الموظف، اللي هو لا يقبل أن يكون متكرر ولا يقبل قيمة فارغة. كذلك أيضا بهذا الشكل أو باش نحن نشوفوا عرض التصميم متاعنا، أو نشوفوا التصميم نديروا كليك على الجدول، كليك أيمن ونديروا عرض التصميم بهذا الشكل. هذا عندي جدول الموظف وهذا جدول القسم. طبعا نحن فتحنا اثنين، لو عودنا مرة ثانية نبي نفتح جدول الموظف، كليك يمين عرض التصميم عطاني بيانات متاعها. لاحظ ان هنا قاعد جدول موظف، هذا جدول الأقسام، كليك يمين أو ضغطة باليمين وعرض التصميم أصبح عندي جدولين موجودات بهذا الشكل، نقدر نتنقل بينهن. حطينا البيانات متاعنا وعرفنا كيف ندخلوا البيانات متاعنا. طبعا نحن قلنا أن هذه نسموها حقول، طبعا هذه سموه نحن عرض التصميم، عرض التصميم يوريني التصميم متاع جدول البيانات متاعي أو جدول متاعي. الجدول متاعي طبعا في هذه احنا نسموهن حقول. الحقول تقدر تنقل حقل مكان حقل او تنقل حقل قبل حقل، وتقدر تضيف حقل اخر. كيف؟ لنفترض اني انا لقيت روحي ناسي حقل في هذا المكان، على سبيل المثال اي حقل اخر نسيته، على سبيل المثال المفروض يكون ترتيبه هنا. كيف نقدر ندرج حقل؟ طبعا بطريقه عرض التصميم، بطريقه عرض التصميم اللي هي زي ما قلنا هنا عرض التصميم، كليك يمين على الجدول عرض التصميم، ندير كليك هنا على سبيل المثال. لاحظ ان شن قال لي انقر زر الفاره الايمن على الحقل اللي سوف يظهر الحقل الجديد فوقه اعلاه. يعني انا لما نجي ندير كليك هنا على سبيل المثال ونقول ادراج صفوف، الصف هنا هو الحقل، لما ندير كليك وندير إدراج صفوف بهذا الشكل شنو حيصير؟ حيصير إزاحة للحقل اللي أنا موجود عليه اللي هو عائلة الموظف، ويظهر لي جدول جديد بهذا الشكل أو حقل جديد بهذا الشكل. لاحظتوا؟ لاحظوا مرة ثانية بهذا الشكل، درت كليك يمين على عائلة الموظف بهذا الشكل، لو قلت له إدراج صف لاحظ أنه حيصير إزاحة بهذا الشكل. لاحظ انه حيصير ازاحه، لاحظتوا كيف اندار له ازاحه عائله الموظف واصبح هذا الحقل فاضي. لو انا نبي ندير اي اسم ثاني، بس فرضيا اني نبي ندير على سبيل المثال العنوان او الشارع او مثلا رقم جواز السفر على سبيل المثال او رقم البطاقه مثلا، على سبيل المثال، ومثلا حددنا نوعها نصي وقلنا اي ارقام لا تجرى عليها عمليات حسابيه، ما نحدوش نوعها رقمي، في الغالب نحد نوعها نصي. الارقام اللي تجرى عليها عمليات حسابيه زي الراتب او الموازنه هي اللي نديروها رقمي، ولكن ارقام لا تجرى عليها عمليات حسابيه عباره عن رموز زي رمز الموظف، زي مثلا على سبيل المثال رمز القسم، رقم الهاتف، هذه كلها نديروها كنصي لأن قد يدخل فيها شرطات أو تدخل فيها أصفار قبل الأرقام. يعني الصفر على اليسار لو حددت النوع رقم لن يقبل الصفر على اليسار، ولكن لو حددت النوع نص يقبل الصفر على اليسار أو على شمال الرقم. إذن أنا درت أضفت
بالشكل هذا انا اضفت. لو حتى حبيت نضيف مره ثانيه عباره عن ندير كليك وندير ادراج بهذا الشكل. لو حبيت نحذف ندير كليك على الحقل اللي بنحذفه ونقول حذف بهذا الشكل، يعني هذا اللي اضفناه ونقول له حذف بهذا الشكل، يعني حنحذف حقل اذا كان نحن دخلنا حقل. طبعا اذا كان هو الحقل فيه عطينا اسم وعطينا نوع حيعطيني رسالة تأكيد زي ما صار توا. لنفترض اني انا درت ادراج زي ما نقوله رقم البطاقة مرة ثانية عشان تلاحظوها بهذا الشكل ونوع نص. لو جيت انا نبي نحذف ودرت كليك يمين وقلت له حذف حيعطيني رسالة تأكيد، رسالة تأكيد هل انت ترغب في الحذف ام لا، فنقول له نعم بهذا الشكل حذف الحقل اللي نحن اضفناه اضافة. يبقى بهذا الطريقة نحن نضيف حقل ونقدر نحذف حقل زي ما يعجبنا. في عندنا حاجة ثانية طبعا موجودة عندنا في المذكرة، أو رقم الوطني وما إلى ذلك، فإنه حيحدد كنص. نوع آخر عندنا سموه نوع تاريخ ووقت، وهذا نخزنه فيه شنو؟ نخزنه فيه التواريخ متاع تاريخ الميلاد، تاريخ بداية العمل، تاريخ مثلا تاريخ بداية العمل، تاريخ أي تاريخ من التواريخ، تاريخ نهاية العمل أو تاريخ الاستقالة وما إلى ذلك، هذه كلها يتم إدخالها كتاريخ ووقت، أو تاريخ الإجراء أو المستند أو وما إلى ذلك، هذه كلها تسجل وتحدد نوعها تاريخ ووقت. وطبعا تلاحظ أن التاريخ والوقت تقدر تخزن فيه التاريخ والوقت أيضا، تاريخ اليوم ووقت تخزين العملية أو المعاملة تقدر أيضا تخزن فيها الوقت. في نوع آخر وهو نسموه نوع عملة، وهو قيمة نقدية يستخدم لتخزين القيم النقدية اللي هي فيهن عمل، القيم النقدية وفيهن عملة، هذه أيضا نوع يسمون نوع عملة. نوع آخر نسموه ترقيم تلقائي، وهو قيمة فريدة، وهو تسلسلي يعطيك رقم تلقائي يبدأ بالرقم واحد ويستمر بهذا الشكل كل مرة يزيد رقم، وهو يعتبر قيمة فريدة لأنه أوتوماتيكيا هو أول حقل أو سجل يبدأ به يعطيه رقم واحد ويتسلسل بهذا الشكل إلى ما لا نهاية، لعند كل حقل مثلا آخر أو آخر سجل سجل رقم 1000 السجل اللي بعده حيعطيه 1001، وهو يتزايد بطريقة متسلسلة بواسطة زيادة محددة أو بواسطة اختيار. طبعا هي عادة بواسطة زيادة محددة ونحن نسموه ترقيم تلقائي، ويعطيه رقم تلقائي ولا يتكرر، وفي بعض الناس يستخدموا فيه كمفتاح أساسي لأنه أوتوماتيكيا يعطيه رقم ولن يتكرر هذا الرقم. في اختيار آخر نحن نسموه نعم ولا، وهي قيمة منطقية يستخدمها الحقل يعني صواب أو خطأ، ويأخذ قيمة نعم أو لا أو صواب أو خطأ، وهذه الحقل يأخذ نوعين يا إما نعم أو لا، وهذه في حالات تستخدم في بعض الحقول اللي تكون لها نوعين فقط زي على سبيل المثال النوع ذكر وأنثى نعم ولا، نجح أو ناجح وراسب نعم أو لا، أو أي شيء يعمل لا يعمل نعم أو لا، فالحاجات أو الحقول اللي تم إدخال فيها نوعين فقط ولا يتجاوز هذا النوعين نقدر نحدد نوع الحقل متاعه نعم أو لا، وهي تعطيك حالتين يا نعم يا لا، يا نعم يا لا فقط مش أكثر. نوع آخر هو كائن سموه OLE، وهو كائن OLE وبيانات متاعه ثنائية أخرى، وهذا يستخدم لتخزين كائنات من تطبيقات المايكروسوفت ويندوز، يعني عندنا بعض التطبيقات نقدر نخزن كائنات من تطبيقات أخرى في هذا الحقل، زي مثلا تطبيق مايكروسوفت مثلا من مايكروسوفت ويندوز، زي مثلا تطبيقات على سبيل المثال تطبيقات أخرى زي الوورد والإكسل، تقدر تخزن بعضا في لما تحدد نوع الحقل OLE. في حاجة ثانية اللي هو المرفق، والمرفق هذا هو عبارة عن صورة أو ملفات ثنائية وملفات أوفيس وما إلى ذلك، هذا النوع من بيانات المفضل تخزين الصور الرقمية أو أي نوع من البيانات الرقمية. يعني شنو؟ يعني تقدر تخزن فيه صور
مثلا موظف تقدر تخزن صورته. في السابق كان صعب انك انت زي ما تكلمنا من قبل في التقنيات الناشئة في قواعد البيانات انك تقدر تخزن مثلا على سبيل المثال الصور والفيديو والأصوات، ايضا المرفق هذا تقدر تخزن صور وملفات في قاعدة البيانات. الصورة الشخصية للموظف على سبيل المثال تقدر تخزنها في قاعدة البيانات امتعنا. في ايضا عندنا حاجة ثانية يسموها ارتباط تشعبي، وهنا تقدر تدير اي ارتباط مثلا على سبيل المثال تستخدم لتخزين الارتباطات التشعبية، مثلا موظف معين تخزن فيه ارتباط تشعبي على سبيل المثال للايميل متاعه او لاي موقع اخر، بمجرد ان نقر عليه يوصلنا للارتباط التشعبي متاعه. يبقى تستخدم تخزين ارتباط تشعبي للوصول لصفحات الويب على سبيل المثال بنقرة واحدة، يعني ممكن تدير ارتباط تشعبي لموقع معين، بمجرد ما تدير نقرة على الحقل هذا حيوصلني للموقع اللي نحن نبوه. يبقى نحن عندنا مجموعة من الحقول تكلمنا عليها، نوع حقل نص ونوع مذكرة، وقلنا الفرق بين النص والمذكرة أن النص لعند 255 حرف بينما المذكرة تكون أطول من 255 حرف، وقلنا النوع رقم وهو يقبل الأرقام التي تجرى عليها العمليات الحسابية، والتاريخ والوقت ويتم تخزين التاريخ والوقت فيها، العملة اللي هي تحدد للعملات أو العمليات النقدية، وترقيم تلقائي هو رقم فريد يتسلسلي يعطيك رقم ويبدأ يتسلسل فيه، نعم أو لا وهو يقبل قيمتين نعم أو لا، ويستخدم لبعض الحقول التي لهن حالتين فقط زي ناجح أو راسب أو يعمل لا يعمل وما إلى ذلك. والكائن قلنا تستخدم كائن OLE وبيانات ثنائية أخرى، تستخدم تخزين كائنات OLE من تطبيقات أخرى في المايكروسوفت ويندوز. والمرفق تقدر تضيف أيضا لما تدير حق المرفق وتحد تقدر تخزن فيه صور ولا ملفات ثنائية ولا ملفات أوفيس أو ما إلى ذلك. والارتباط التشعبي لما تحدد حقل كارتباط تشعبي تقدر تسجل فيه URL اللي هو موقع مثلا من النت أو صفحات الويب، وتقدر بالنقرة هذه على هذا الحقل أو بيانات هذا الحقل توصل للصفحة اللي أنت تبيها. يبقى لو رجعنا نحن مرة ثانية لقاعدة البيانات متاعنا، هذا طبعا الكلام اللي دوينا عليه نحن موجود في الصفحة رقم 16 من المذكرة. فيه تغيير نوع الحقل وهذا موضوع بسيط جدا، انك انت تجي على نوع الحقل بهذا الشكل، هذه انواع الحقول، تدير كليك وتختار النوع اللي تبيه انت بهذا الشكل. بس في ملاحظة، لنفترض اني انا دخلت بيانات على سبيل المثال، دخلت بيانات معينة في الجدول متاعي، وبعد ما أدخلت هذه البيانات جيت غيرت نوع الحقل. إذا كان نوع الحقل غيرته إلى شيء مخالف، يعني على سبيل المثال جينا الرقم على سبيل المثال مثلا رمز القسم، رمز القسم دخلته كأرقام كلها على سبيل المثال، وجيت غيرته من نص إلى رقم، مش هتصير عندي مشكلة، هتمشي. ولكن لو قلت أنا رمز القسم درت مثلاً 1 شرطة 2، دخلت 1 شرطة 2 وهو نوع نص حيقبله، لما جيت غيره إلى رقم حتفقد الحقول المخالفة لنوع الجديد، حتفقد الحقول المخالفة للنوع الجديد أو لا يقبلها النوع الجديد. يبقى هذه موجودة كملاحظة عندنا. يبقى لتغيير النوع زي ما قلنا نضغطه على الحقل ونضغطه على السهم بهذا الشكل ونختاره نوع الحقل اللي نحن نبوه. يبقى بهذا الشكل نحن عرفنا كيف ننشئ قاعدة بيانات، كيف ننشئ قاعدة بيانات، وكيف ننشئ جدول في داخل قاعدة البيانات، وكيف نكون الحقول بطريقة عرض التصميم في داخل الجدول، وكيف نضيف حقل، وكيف أيضا نحذف حقل إذا كان أنا في حقل مثلا ما عجبنيش. أيضا عرفنا كيف نحدد المفتاح الأساسي وشنو هو خصائص المفتاح الأساسي، وكيف نحدد الأنواع البيانات متاعي وكيف نغيروهن، أيضا ما هي الأنواع وشنو الفرق بين أنواع البيانات عندنا،
وعرفنا كيف نحدد أيضا قلنا المفتاح الأساسي. بالشكل هذا أكملنا بإذن الله أي الباب السادس. إن شاء الله بإذن الله تعالى في الحصة القادمة بإذن الله حنكونوا واتين بإذن الله، هنكونوا جاهزين بالجهاز متاعنا، وتكون البيانات أو المعلومات اللي نحن دخلناها اليوم سواء أنشأنا الملفات، طريقة تكوين الملفات وكيف ننشر الملفات، تكونوا نحن راجعناها وخذينا عليهم فكرة، ونكونوا مكونينهم في الجهاز متاعنا بهذا الشكل بنفس الطريقة اللي موجودة عندنا على السبورة. إن شاء الله الحصة الجاية بإذن الله حنعرفوا كيف ندخلوا البيانات في داخل الجدول متاعنا. بإذن الله حنعرفوا كيف ندخلوا البيانات متاعنا في الجدول. حتكونوا بإذن الله واتين بالصفحة رقم 4 في المذكرة عشان نبدأ ندخلوا البيانات متاعنا في الجدول، وهي إن شاء الله حيكون الفصل 7. نلتقي إن شاء الله الحصة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.